في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، انطلقت قافلة طبية بمديرية الصحة بأسوان بقرية المنشية التابعة لمركز كومينبو. تأتي القافلة من خلال 10 عيادات متنقلة للكشف على المرضى والمترددين من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة وتقديم الكشف والعلاج بالمجان. وعبر المترددون على سعادتهم بوجود هذه الفرق الطبية المتخصصة والتي وفرت عليهم أعباء التوجه للأطباء في العيادات والمستشفيات الخاصة. الفكرة في القوافل مش متقتصر بس على الكشف المجاني، احنا عندنا الأدوية بالمجان، متوفر كمان عندنا معمل تحاليل والأشعة، وفي كمان احنا خدمات متطورة أكتر من كده بكتير. لو العيان محتاج أي خدمات أكتر بنوفر له علاج على نفقة الدولة أو بنعمل له تحويل لعمليات للمستشفيات الكبيرة. احنا النهاردة في قافلة طبية مجانية تابعة لحياة كريمة، عبارة عن 10 عيادات تخصصات مع معمل ومع أشعة وصيدلية. طبعا الكشف والعلاج بيبقى بالمجان، ولو في حالات أمراض مزمنة بنعمل لها تحويل علاج على نفقة الدولة لمدة سنة طبعا، ولو في أي رعاية تانية أو تالتة أي مريض محتاجها طوارئ بنحولها على أقرب مستشفى تابعة للمديرية. بنشكر كل القائمين على هذه القافلة الطبية المجانية اللي ساهمت في مساعدة كثير من ذوي الأمراض والحاجة، وشرفونا والحمد لله رب العالمين، وأعانوا الناس على الكشوفات المجانية.